أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الملك القدوس العزيز الحكيم، سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحانك ربنا، جمعت القلوب على الحق بحكمتك، وطويت الوجود على يديك بقدرتك، ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من رحاب طيبة كريمة طاهرة نحييكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله، في مستهل لقاء إيماني كريم في هذا الأسبوع الثاني للموسم الثقافي الذي تقيمه وتنظمه وتشرف عليه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي هذا العمل ثماره، وأن يحقق المرجو منه، وأن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا وإياكم والقائمين عليه الإخلاص في العمل وفي القول وفي النية. أيها الأحباب، سنسعد إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بتلاوة قرآنية كريمة للقارئ الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، معنا متحدثا من ورثة الأنبياء علمائنا الأفاضل الكرام الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. وسنستمع أيضا إلى كلمة من فضيلة الشيخ أحمد سلامة إمام المسجد، وسيكون موضوع الكلمتين عن أهمية الوقت وضرورة الحفاظ عليه. ثم نختتم بأن نتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء والابتهال والرجاء مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. الشكر الكريم للسادة الأفاضل علمائنا الكرام الذين حضروا معنا هذا اللقاء، على رأسهم فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، والدكتور ربيع الخولي مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة. ونسعد أيضا بالدكتور على الله الجمال إمام وخطيب المسجد، فجزاكم الله جميعا خير الجزاء، ونرحب بحضراتكم ونبشركم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نجدد النية مع حضراتكم بأن نحتسب هذا الوقت في سبيل الله خالصا لوجهه، طلبا للعلم واستفادة واستمتاعا واطمئنانا بذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر القرآن الكريم المنهج القويم والدستور الخالد والمعجزة الباقية. نستهل هذا اللقاء بتلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم فإن
سوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. حقا وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت في محكم آياتك. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. استهللنا بها هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي يأتيكم ضمن لقاءات الأسبوع الثاني الثقافي الذي تقيمه وتشرف عليه وزارة الأوقاف خدمة لرواد بيوت الله سبحانه وتعالى واهتماما بنشر الوعي الديني والثقافي. إخوة الإيمان، نحضر بالسادة الأفاضل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل المديرية، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، والدكتور ربيع الخولي مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة. العلماء أيها الأحباب ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. موضوعنا الليلة بإذن الله هو أهمية الوقت وضرورة المحافظة عليه. سنستمع في الدقائق التالية لأحد علمائنا الأفاضل الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمره وعافيته وفي سائر علمائنا الأجلاء، مع فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف مشكورة حول الوقت وأهمية الحفاظ عليه، إنه لأمر هام. معلوم أيها الإخوة الكرام أن الله تعالى امتن على الإنسان حيث جعله خليفة له في أرضه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه منة وهذه تكريمة كبيرة، ومن الله علينا بأن جعل لنا العقل وجعل لنا المنهج الذي نسير عليه. وتتابع هذا المنهج لدن أبينا آدم عليه السلام إلى أن ختمت المناهج بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على خاتم النبيين والمرسلين، وهو المصدق لما في الكتب السماوية السابقة
وهو المهيمن عليها. الشرائع كلها اتفقت على حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسب والعقل والمال إلى آخره. فهذا يدل على أهمية الإنسان. وفي المنهج الخاتم الإعجاز التشريعي، وفي الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم الإعجاز أيضا. القرآن لم يدع لنا صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، لأننا في الفاتحة في أم القرآن في فاتحة الكتاب نقر في كل ركعة مالك يوم الدين، لأن الله تعالى هو مالك يوم الجزاء، يوم نحاسب على ما قدمت أيدينا. معنى ذلك أننا بعد البلوغ والعقل، يعني عفى الله تعالى عن الفترة التمهيدية قبل التكليف، صار الإنسان مكلفا على ما قدمت يداه. ملك الحسنات يسجل وملك السيئات يسجل، وفي النهاية يصدق فينا قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يوجد أمي، كل يقرأ، كل يقرأ، لأن وجدنا الآلات الحديثة تقرأ وتتكلم وتنظر، وسبحان الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والأرض تشهد والجماد يشهد لنا والطير يشهد. فهذا يدل على أهمية الإنسان المكرم عند الله المكرم، حيث سخر المولى سبحانه وتعالى الأرض والأنهار والبحار والحيوانات وجعل اختلاف الليل والنهار آيتين. من هنا كان لابد أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يقضي يوما، لابد أن ننظر في التشريع كيف بين لنا كيف نستغل عمرنا في الخيرات، لأننا نخلق هباء، إنما خلقنا لرسالة، خلقنا لرسالة وهي عمارة الأرض، عمارة الأرض وفق منهج الله سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. العمارة نعم، نأكل ونشرب ونتمتع ونلبس ما نشاء، نعم، في حدود ما أباحه الشرع. وأيضا علينا أن نتبع هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم ينظم لنا المولى سبحانه وتعالى الصلوات بالنهار وبالليل؟ ألا يعد هذا تنظيما نبتدئ به حياتنا اليومية؟ ألم يقل المولى سبحانه وتعالى: واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا؟ إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي. هذه الأرض هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. حينما نستيقظ في الصباح ونصلي وننعم بصلاة الفجر، وحبذا لو قمنا في الأسحار وصرنا من المتقين الذين وقفوا بين يدي الله تعالى، ووقفنا خاشعين خاضعين في هذا الوقت الذي ينزل الله تعالى ويتجلى برحمته ويستجيب دعاء الداعين والمستغفرين ويستجيب لهم. فإذا بدأنا يومنا بعد الفجر البركات كلها في البكور، البركات كلها في البكور. ونتوكل على الله ونجد ونجتهد ونعمل في خيرات الأرض وفي طبقات الأرض وفي البحار ونغوص، يعني ما تقدم العالم الغربي للأسف هو عمل بما في القرآن، عمل بما في القرآن، ظل يبحث
في النواحي المادية غاص في البحار واستنفد خيراتها ونعم بخيرات الجو والأثير والطائرات العملاقة والبوارج في البحار. هذا التقدم التقني الهائل ما كان إلا بالعمل والعمل الجاد. ولا يعرف الإسلام إلا العمل الجاد، لا يمكن. رأيناه في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، رأيناه في هدي المرسلين. انظر إلى سيدنا يوسف عليه السلام كيف قاد الخطة في 7 سنوات، وفي 7 سنوات أخرى، وفي عام آخر كيف استغل خيرات الأرض، خزائن الأرض، كيف استغل الحيوانات والأنهار والقوى البشرية والقوى الحيوانية، وزرع الصوامع ملأها وأنقذ المنطقة من القحط الذي وجد فيها. ألا يعد هذا بالعمل الجاد؟ ذو القرنين ماذا صنع؟ هذا الشد ما استطاعوا له نقبة، ما كان إلا بالعمل الجاد والصبر. مولى سبحانه وتعالى بيّن لنا صورا كثيرة في القرآن. لا يمكن كيف حفر الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم الخندق صعوبة المكان، وكانوا على قلب رجل واحد، ونعلم أحوالهم وما أصابهم من الجوع وغيره. فهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يراعي أوقات اليوم، ولا يضيع أوقاته إلا في الطاعة، الصلاة، الصلاة في أوقاتها. الصلاة إلى الصلاة كما نعلم مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، نعمة كبيرة في قراءة القرآن، في نشر العلم، في السعي بالإصلاح بين الناس، في قضاء حاجة المعوزين والأرامل والمساكين. يعني البناء الجاد. كل واحد فينا حينما يتقن صنعته، أنا فلاح، أنا تاجر، أنا سباك، أنا كهربائي، أتقن وأتقن العمل وأحسن. أنا تاجر لا أغش وأنصح وأقدم عمل جاد في تجارتي وأجود هذا العمل، أخدم نفسي وأخدم ديني وأخدم وطني. العمل الجاد أيها الإخوة والحفاظ على العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتقدم مصر. مصر هي البلد الوحيدة التي ذكرها الله تعالى في القرآن مرات عديدة، 4 مرات أو 5 مرات بالنص عليه، و78 مرة بالإشارة إليه. والإشارة أبلغ من النص، الإشارة أبلغ، يدل على أهمية مصر وعلى بركة مصر وأنها فيها يعني خزائن الأرض. فعلينا أن نكون مخلصين لديننا ولوطننا، وأن ننعم إن شاء الله بهدي القرآن الكريم وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل على هذه الكلمة والموعظة التي طاف بنا فيها حول الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم في ضرورة المحافظة على الوقت والاستفادة به، وكم أن اتباع هدي القرآن والسنة النبوية سبيل للتقدم والتحضر والرقي. نتابع أيها الأحباب ونستزيد من معين ميراث النبوة، ونستمع أيضا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد سلامة إمام مسجد السيدة نفيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب،
وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق ولا شبهة فيه ولا ارتياب وأشهد والكل يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي عنت لقيومته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب وأشهد والكل يشهد أن سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله المبعوث من أكرم الشعوب وأفضل الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب ثم أما بعد فيا أيها الأحباب وحدوا رب الأرباب الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين لنا أهمية الوقت أقسم به في كتابه فقال سبحانه وتعالى والعصر وقال والضحى والليل إذا سجى وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الله سبحانه وتعالى هو العظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم فإن أردت أن تعلم أهمية الوقت فيكفيك أن تعلم أن الله في عليائه أقسم به ويكفيك دليلا على أهميته الله سبحانه وتعالى أعطانا الوقت ووهبه لنا وهو عمرنا العمر والوقت نعمة من الله سبحانه وتعالى من الذي قال ذلك؟ صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ إذن الفراغ بعض الناس يشتكي من الفراغ لأنه لا يعلم أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمة ولكن لمن يستخدمه في طاعة الله وفي رضاه ونقمة لمن يستعمله في معصية الله وغضبه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وحسنا على اغتنام الوقت فقال اغتنم خمسا قبل خمس من هذه الخمس فراغك قبل شغلك الوقت نعمة عظيمة وهدية من الله سبحانه وتعالى لمن يستغلها لمن يحرص عليها ثم اعلم أن الإنسان في الدنيا كالتاجر رأس ماله هو عمره رأس مال الإنسان في الحياة هو عمره فإن تاجر في رابح وفقه الله وإن أنفق عمره في غير طاعة الله وفي معصية الله خسر أشد الخسران إذا رأس مال الإنسان هو العمر فيما ينفقه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من هذه الأربع عن عمره فيما أفناه ستسأل أمام الله عن عمرك عن كل لحظة وكل دقيقة مرت عليك في حياتك ولم تستغلها في طاعة الله الوقت أغلى من الياقوت والذهب ونحن نخسره في اللهو واللعب سيدنا الإمام الحسن البصري يقول يا ابن آدم عندما يأتي يوم جديد ينادي عليك الوقت يناديك والعمر يناديك يا ابن آدم أنا فجر جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة كيف نستغل عمرنا في طاعة الله
كما قلنا هو رأس المال، ورأس المال يحتاج إلى تاجر ماهر، والتاجر الماهر هو الذي يعمل بقول الله في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه هي التجارة الرابحة مع الله. استغل وقتك في طاعة الله، استغل وقتك في ما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنشغل بالدنيا. وآخر ما أختم به وأركز عليه، لأننا في هذا الزمان كثرت اللصوص، لصوص الوقت، مثل السوشيال ميديا التي سرقت كل أوقاتنا، بل نهبت كل أعمارنا، وما هي إلا وسيلة فينا من يستخدمها في طاعة الله، وفينا من يهدر وقته فيها ويعصي الله. التسويف، إذا ألهمك الله بطاعة لا تسوف ولا تؤجل، لأنك لا تدري متى ستموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لا تشغلك الدنيا ولا يشغلك مسألة الرزق عن طاعة الله وعن استغلال وقتك في طاعة الله. عجيب أمر من يسعى على رزق ولا يقنع، فإن الرزق مكتوب ورزق الله لا يمنع. جمعت المال كي تبني فهد الموت ما تصنع، فهل يبكى على الدنيا وشأن الأرض أن تبلع؟ فأين الروم أخبرني وكسرى أين أو تبع؟ كنوز الأرض لا تغني إذا جاء الذي ينزع، لفعل الشر لا تمضي لفعل الخير فلتهرع. بذور الخير إن ترمي ستجني مثل ما تزرع، عذاب النار فلتحذر وبالفردوس فلتطمع. تصدق بالذي تهوى وكن كالريح بل أسرع، ولا تكذب ولا تحسد ولا تحقد ولا تخدع. وقول الزور لا تقرب، بصدق القول فلتصدع، تجنب قيل أو قالوا، مع الحساد لا ترتع، وثوب الكبر لا تلبس، تواضع للذي يرفع، تعالى خالق الأكوان سبحان الذي أبدع. أسأل الله في علاه أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يرزقنا سعة في أرزاقنا وبركة في أعمارنا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعنا إلى فضيلة الشيخ أحمد سلامة في هذه الكلمة الطيبة في ضرورة المحافظة على الوقت في لقائنا الطيب الكريم المبارك من هنا من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله في إطار الأسبوع الثقافي الثاني الذي تعقده وتشرف عليه وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ويحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل المديرية، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، والدكتور ربيع الخولي مدير إدارة جنوب أوقاف القاهرة، ومع أخينا وصديقنا العزيز إمام هذا المسجد الكريم الدكتور على الله الجمال جزاه الله خيرا. أيها الأحباب، ونختتم دائما بأن نرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه ونحن في هذه الرحاب الطيبة الكريمة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
يصلون على النبي تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعة وارزقنا محبته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا لك يا ابن آدم نعمتان فصنهما وقت الفراغ وقت الفراغ وصحة تحيا لك يا ابن آدم نعمتان فصنهما وقت الفراغ وقت الفراغ وصحة تحياك والوقت كنز فاغتنمه بطاعة والوقت كنز فاغتنمه بطاعة وبصحة الأبدان شمس ضحى أترد ما وهب الكريم بفضلي ويضيق
النفس في شكوى لا تلقي روحك في المهالك لا تلقي روحك لا لا تلقي روحك في المهالك واهدها سبل السلام سبل السلام وراحة تلقاها والوقت من نعم الكريم والوقت من نعم الكريم عليكم واسمع إلى خير الورى هديك في نعمتين على العباد نسوهما صحتك أولها صحتك أولها صحتك أولها والوقت ثاني النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلهي في رضاك ملكت نفسي وفي قرآنك الحق اهتدائي وعذري بأنني ما كنت أدري بأن إليك بدئي وانتهائي أتيتك تغلق الأبواب دوني وبابك أنت لم يغلق إزائي وفي عين التي أثمت دموعي وفي كف التي جحدت دعائي أمامي فيض جودك يا إلهي فلم أعي ما جنت نفسي ورائي. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. صل على سيدنا رسول الله وعلى آل بيت سيدنا رسول الله وارض اللهم عن أحباب رسول الله وأحباب آل بيت سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تريدنا بها حوضه الشريف وتسقينا بها من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحباب، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني الكريم المبارك. كنا مع حضراتكم في رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في إطار الأسبوع الثقافي الثاني الذي يقام تحت رعاية وزارة الأوقاف وإشراف وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق الدائم وأن يرفع شأن بلادنا وأوطاننا. شكرا للسادة الأفاضل الكرام مضيفي هذا اللقاء والحضور الكريم من الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة أوقاف القاهرة والدكتور محمود خليل وكيل المديرية والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة والدكتور ربيع الخولي مدير إدارة أوقاف جنوب
القاهرة والدكتور على الله الجمال إمام المسجد. شكرا لضيوفنا الأفاضل الكرام، نلقاكم على خير دائما، نستودعكم الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.